لازم تشيع. وايش ينتظرون يعني؟ هو شيء صار صار واقع حال. فيجون اهل الاملاك اللي عنده عماره واللي عنده محلات يقوم برفعها ويرجع يستفاد منها احسن. هذا رمم كمل، هذا اليوم مو داخلينه. ليش ايش ينتظر يعني؟ هاي مدرسه الطائره، مدرسه معاده للتربيه، تجي التربيه تطلع فد لجنه فد يعني فد شيء انه يطلعون يرفعوها ويعمروها ويؤسسوها مدرسه يستفاد من المنطقه. اجي اكو بشر، اجي اكو ناس، اجي تصير حركه. اجي ماكو بشر وماكو ناس ما تصير حركه. شارع المستشفى كان الجازينو والمخضر والدكاتره والقسم الداخلي هو الايمن اللي مدمر. دعك هذه العمارات باكر بعد باكر المدارس تداوم، طلاب جايه رايحه، يقعد عليهم شيء من فوق. فنطالب من الحكومه انه تشيل هاي الانقاذ وتشيل هاي العمارات. به خطر على المواطنين، منظرها غير لائق يعني. شوف دحك وساعد انه اذا شالت هاي البناء ساعد انه شويه المنطقه القديمه ترجع. اذا رفعت هاي الانقاذ ترجع النظره، ترجع لها ترتيب، الناس تقوم تجي على بيوتها، تقوم ترمم، تقوم تعمر. اما اذا باقي هذا الانقاذ ما حد يجي. انا اسوي بيتي ويمي خرابه ما حد يجي. المفروض على الواجب الحكومه ان ما تبقي شيء اصلا، لا منظر حضاري ولا امني ولا صحي على الانسان. خطر وعلى الانسان وعلى السيارات وعلى كل من يمر من هالمكان، وفي كل مكان اكو هيجي يعني بنايات مهدمه. والله نرجو من الحكومه يشتغلون يزيدون شغلهم بهذه البنايات المهدمه ان يخلصونا منها. هذه البنايات تؤمر اهلها بان يهدوها، اما يسووا ارض اما يعيدون بنائها من جديد ويساعدونها من نفس الوقت صاحب الاملاك ان يخلصوا من هذا المنظر لا صحي ولا يفيد الانسان ولا يعني ما كل النواحي ما صح.